من نوى التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟ التوقيت محل نظر، النية محل نظر، إذا كان ليس بشرط ولو اتفق على شرط فقد شرف الأولى في ذلك، والأولى والأصح أنه لا يكون متعة إلا تزوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجوع وطلقها، الصحيح أن هذا لا حرج فيه، لأنه قد يعدل عن نيته وقد يرغب فيها وينقلها، وهذا لا مشاركة بينهما، وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضر هذا، ليس بشرط ليس متعة على الصحيح. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان في نية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس بمتعة، والناس يحتاج إلى هذا، قد يكون في بلاد الغربة أمريكا أو ترى أو غير ذلك ويخشى على نفسه فتنة، ويسهل الله له زوجة مناسبة يتزوج، وفي نيته أنه متى أراد العودة طلقها لأنها قد لا تناسب بلاده أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح، وهذه النية قد تنقلب قد تنفسخ قد يرغب فيها وينقلها، فلا يضره هذه النية لعدم المشاركة. نعم.